جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل المشاريع المسؤولية الاجتماعية وذهبت إلى مبادرة إشراقة التابعة لشركة كيمبي قام لرأس التنمية الاجتماعية. إشراقة هي جناح المسؤولية الاجتماعية لشركة كيمبي رامداس، وتعمل على تنمية المجتمع المحلي من خلال توفير السبل اللازمة لمساعدتهم على تحقيق قدراتهم وعبر الشراكة غير الربحية مع المجتمع العام والمؤسسات التعليمية. وتوفر إشراقة الحلول المبتكرة لتنفيذ أغراض المجتمع ولرعاية الطفولة وإلهام الشباب العماني وتحفيزه وتمكين المرأة العمانية وتفعيل دورها.